يا نهار ازرق، هو انا هرتب ده كله؟ بس انا عشان ده مش بلبسه، ده بلبسه بس مش عاجبني، ده قصير عليا، ده طويل عليا، ده موضه قديمه، وده متقطع. ايه ده؟ ايه الطريقه الجامده دي؟ هبقى اخرج بيها لما احط الارفان بقى علشان انزل. ايه ده؟ الملايه دي شفافه ولا ايه؟ هو انا فين؟ بس انا شعر بقى ايه بهت المنطقيه دي؟ ايه ده؟ انا وزهرت. انا اللي في بالي طلع صح. انت متاكد يعني يا شيخ ان هم مش هيقدروا يعملوا اي حاجه اكتر من كده؟ استنى عليا بس، انت لسه شفت حاجه؟ خد دي. عيب عليك. يا نهار ازرق، النور قطع تاني يا شيخ، هو في ايه؟ ابو رجلي مسدوخه يا بابا. يوسف، يوسف بابا، ايه في حاجه يا بابا؟ انت ازاي كنت مختفي ومره واحده كده ظهرت؟ دي مش اول مره اشوفك. انا لا لا، دي تهيؤات يا بابا، اكيد من اللي بتحصل لك. الف سلام عليك يا حبيبي، قلت لك نروح نكشف. والله مش عارف يا يوسف يا ابني، اليومين دول بتحصل لك حاجات غريبه قوي. ده انت باين عليك قوي يا بابا. طب بص بقى، انا هدخل اغير هدومي عشان نازل عندي درس دلوقتي. ماشي. I go to the restaurant with my family every Friday. My brother would like some soup. My mother prefer vegetables. My father would like potatoes. السؤال الأول، I prefer potatoes. True or false؟ يلا جاوب يا يوسف. حظ بالله مش تراجين. وده يا يوسف، أنت رحت فين؟ أنا هنا يا مستر. ايه ده، انت قعدت هنا امتى؟ انا ما شفتكش وانت بتقوم. انت ملبوس يالا ولا ايه؟ ملبوس ايه بس يا مستر، ده انت تلاقي بس حضرتك من كتر الحصص وكده فتعبان شويه. جايز برضه. السؤال الثاني، ماي براذر وود لايك فيش. يلا بقى يا يوسف جاوب السؤال ده. يا نهار ازرق، ده كان لسه قاعد هنا دلوقتي. شفت بقى يا مستر ان انا قدامك اهو، حضرتك مش شايفني؟ انا بقول ان حضرتك تعبان مش مصدقني. تعبان ايه؟ لا لا، انت اكيد فيك حاجه مش طبيعيه. انت مصر برضو يا مستر، حضرتك مش نايم كويس. طب كمل الحصه يا مستر. لا حصه ايه وربنا، وانا مكمل يا مصري نن. احسن حاجه عملتها والله يا مستر. كده بقى نروح بدري. لا نروح ايه، ده انا روحت دلوقتي بقى ممكن يضربني ويقول ايه اللي جابك بدري. هنروح بقى عند اسلام صاحبي، اكيد ميكو عبد الرحمن هلاقيهم هناك. ايه يا ابني انت، هو عاملين ايه؟ الحمد لله يا برو، انت عامل ايه؟ في يا عم يوسف، فين صحابنا؟ رنت علينا وقالوا لنا ان انت كنت قاعد بتختفي في الحصه، والمستر قاعد بيشد في شعره منك. كان بيختفي يا زميلي، ده شكله ملبوس اصلا. هو في يا عم انت، هو كله اتجنن ولا ايه؟ هو في انسان بيختفي يا ابني؟ ايه يا زميلي، اذا كان في واد عندكم في الدرس مصورك فيديو وانت قاعد بتختفي، خد اهو اتفرج كده يا ميكي. اوه شيت، اللي بيقول اسلام ده طلع حقيقي يا برو. يا اسطى انا عندي قوه خارقه وبقدر اختفي، تمام كده؟ فيا جدعان انتوا مصدقوا الهبل ده؟ ده فوتوشوب يا ابني، قوه خارقه ايه؟ وبعدين يا عم يوسف، ما احنا معاك من زمان، ما شفناش يعني ولا حاجه من دي خالص. ما انا ما كنتش قايل لحد. نو بروبلم، احنا فيها، ورينا كده يوسف دلوقتي. ما بلاش يا ميك. لا لا، ورينا يا زميلي، انا عاوز اتفرج. كده؟ ماشي. ايه ده؟ وات ذا هيل؟ يا نهار ازرق، ده اختفى بجد؟ ولا يا يوسف انت رحت فين؟ ايه ده؟ مين اللي ضرب؟ انا. يوسف، لا يوسف، كله انا شعري، سيب شعري. نو، كده بقى تدور عليا. وات؟ السلسله بتاعتي فين يا برو؟ خلاص بقى يا عم يوسف، صدقناك. اهو ده ظهر تاني، ده شكله عفريت متشكل على شكل يوسف. اجري انا انت. شيت. انت كنت فين يا ابني؟ الحلاق قاعد جوه مستنيك من بدري. خلص حلاق مع اخوك فقاعد مستنيك. لا يا بابا انا مش عاوز احلاق، انا عاجبني شكلي كده. انت عبيط ولا ايه؟ امال ال 50 جنيه اللي انا هديها له دي هتروح عليا كده ولا ايه؟ 50 جنيه علينا احنا الثلاثه؟ حلوه ولا نزل منها شويه؟ لا طبعا، دي زي الفل، ده مين ده اللي ما يرضاش بيها؟ انت لو شغاله عبد هياخد اكتر من كده. بس يا بابا بصراحه كده برضو انا مش عاوز احلاق. طب يلا على جوه. طيب براحتك، انت اللي مصر بقى. ها، شعر ولا ده؟ بابا يا فين الدقن؟ شعر طبعا. ايه ده؟ هو الواد اتبخر ولا ايه؟ يا لهوي. الحمد لله مش احلق. ايه ده، رايح على فين يا اسطى ميزو؟ الحساب طيب؟ مش عاوز حاجه، مشوني من هنا. احسن والله، اديك وفرت. ولا يوسف،
ايوه بابا، في حاجه ولا ايه؟ تقدر تقول لي ايه اللي عملته في الدرس ده النهارده؟ ايه يا بابا عملت ايه؟ الاستاذ بتاعك رن عليا وقال ان هو مش عارف ينام ولا يفكر حتى من ساعه ما شافك وانت قاعد بتختفي في الحصه. يوه اختفي اختفي، انا مش عارف الناس دي بتتبلى عليا ليه؟ انت مصدق الكلام ده برضه يا بابا؟ اصدق، لان انا شفتك بنفسي بدل المره اتنين. يا بابا دي تهيؤات مش اكتر. يا راجل فاكر كده ان انا ممكن اصدقك؟ المفروض يعني يا بابا انا مش بكذب عليك. طيب خلاص يا يوسف انا هتصرف في الموضوع ده بنفسي. ماشي يا بابا، انا داخل اوضتي بقى هعمل حاجه. ماشي بابا، دلوقتي شك فيا وكده ممكن يكشف طاقية الإخفة دي، انا لازم اخبيها في مكان كويس ومحدش يعرف ان السر في الطاقية دي ان هي اللي بتخفيني. شيلها فين؟ واخيرا عرفت سر الاختفاء بتاعك. لازم اخد الطاقية من الواد ده وما خلوش يعمل بيها مقالب تاني، بس انا لو اخدتها منه هو كده هيعرف. خدها ازاي؟ خدها ازاي؟ ركز يا شعبان. بس هلو. ايوه حاج ابراهيم يا ترزي، عاوزك في مصلحه. A few moments later. تسلم ايدك يا حاج ابراهيم يا ترزي. الطاقيه دي بقى شبه الطاقيه بتاعه يوسف بالظبط، انا بديلها بقى واخد الطاقيه بتاعته مكانها. اهي هو شالها هنا. بس كده نرجع ده مكانه. بابا ايه؟ انا ما اعرفش حاجه وما خدتش حاجه، هو انت كل حاجه تضيع منك تلبسها فيا ولا ايه؟ ايه اللي ما تعرفش حاجه وما خدتش حاجه؟ هو انا قلت لك انت اخدت حاجه اصلا يا بابا؟ امال عاوز ايه؟ انا كنت عايز انزل مع اصحابي بس اروح البلاي ستيشن. ما فيش بلاي ستيشن، ادخل ذاكر. يا بابا معلش، قلت ما فيش بلاي ستيشن وخش ذاكر. حاضر يا بابا حاضر. لا انا لازم اخرج، انا لازم اخرج. يا الطاقيه فين؟ اللي خلاني اشيلها فوق بس. استنى عليا. ده مش بيختفي. واد يا يوسف. انت يا واد يا يوسف، انا مش بنادي عليك. ايه ده، انت شايفني يا بابا ولا ايه؟ شايفك طبعا، امال انت مختفي مثلا يعني؟ امال انا بنادي عليك ازاي؟ ايه ده؟ انت كده بقى المفروض استحالة تشوفني. بسيطة. صدقت بقى ان انا شايفك ولا لا؟ ايه ده؟ هي بايظة ولا ايه؟ ايه هي دي اللي بايظة؟ قصدك على ايه بالظبط؟ وكنت رايح فين؟ لا لا ولا حاجة بابا، مش رايح مكان، انا داخل اوضتي. فاكر نفسك اذكى مني؟ اكتشفت السر ده. انا هوريك يا يوسف، استنى عليا. ايه ده يا رب، هي باصت دي ولا صلاحيتها انتهت ولا ايه؟ دخل بقى دخل. ايه ده؟ اوعى، هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا ولا ايه؟ الحركات دي انا عارفها كويس، هو مفيش غيره. الله يا عبد الله يا بات كده، وانا بقول الالم اللي اخدته جوه ده برضه مش غريب عليا. بابا انا فهمت كل حاجه دلوقتي وعرفت ان انت اللي اخدت الطاقيه بتاعتي ودي ملهاش لازمه. طب كويس والله، بما انك عرفت بقى. لا بابا بلاش اقول الحركات دي بعد اذنك يا بابا. خلصت طيب ولا لسه؟ لسه. انت نجد سيلين يا لهوي. اسكت اسكت. براو من اول مرة. كذاب. هنجيبها ازاي؟ شوف مين يجيبها بقى. هنجيبها ازاي؟ الحماسة خدت.